من قبل 3 أيام أعلن كل من صانع المحتوى كريم ديب والإعلامية لين أبو شار على علاقة حبهم وخطوبتهم بمجموعة من الصور على إنستغرام وفيديوهات مختلفة نزلت على قنوات أصدقائهم اليوتيوبرز المقربين على يوتيوب. فكيف بلشت علاقتهم لتنتهي بخطوبة؟ الجدير بالذكر هو أن كريم بيكون الصديق المقرب لأخ لين اليوتيوبر زياد أبو شعر، فصداقتهم جدا قوية وبيكونوا شلة جدا رائعة على يوتيوب، ومن ضمنهم غيث مروان، مشورب، عمور وصهيب إيناس وأحمد وسالي وغيرهم أكثر. فانضمت لين للشلة نظرا لكونها أخته لزياد لتصير صديقة كريم لمدة 3 سنوات، إلا أنهم لاحظوا بعد فترة طويلة أنه علاقتهم غير وأحبوا بعض، ولكن أخفوا هالشي عن بعض نظرا لكونهم أصدقاء، إلا أنه ومع مرور الوقت بلشوا يلمحوا لبعض بشكل كتير كبير حتى إجا اليوم اللي اعترفوا فيه بحبهم لبعض. فقرر كريم أنه يحكي مع أخ لين زياد فورا ويعترف له أنهم بيحبوا بعض ويطلب إيدها، فاجتمعوا بمطعم وحكوا بالموضوع، وطبعا زياد وافق على خطوبتهم. واستمرت علاقتهم 3 أشهر بشكل سري وأخفوها عن الجمهور، ولكن لم يخفوها عن أصدقائهم اليوتيوبرز، فوثقوا لحظة مفاجأتهم لغيث مروان بفيديو نزل على قناة غيث على يوتيوب، وردت فعله كانت جدا رهيبة. ولكن عدد كبير من الجمهور بلش يحس بعلاقتهم قبل الإعلان عنها، خاصة بعد مقابلة كريم مع لين على شاشة الام بي سي اللي عرضت قبل أسبوعين. وغير عن ذلك أعلن كريم ولين عن إمكانية أنه بيكون عرسهم بعد رمضان، يعني بعد أشهر قليلة، ولكن لساتهم بيفكروا بالموضوع لحد الآن. فشو رأيكم بقصة حب لين وكريم وهالثنائي مع بعض؟